المملكة العربية السعودية من أهم الدول في العالم الإسلامي، هل تعرف لماذا يا سالم؟ المملكة العربية السعودية تحتوي على أقدس مدينتين بالنسبة للمسلمين، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي مكة الكعبة المشرفة التي يصلي إليها جميع المسلمين في العالم 5 مرات يوميا كفريضة ومرات عديدة كسنة. والمدينة المنورة فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار هجرته وفيها قبره. وكذلك تتم العمرة إلى مكة المكرمة، ويتم فيها كل عام فريضة الحج التي فرضت على المسلمين مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليها سبيلا. ولهذا فإن المسلمين جميعا يكرمون ويعظمون هذه البقعة الطاهرة التي هي مهبط الوحي ومركز الإسلام وبيت الله الحرام وكعبة الله الشريفة ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ودار هجرته.